بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الأمين العام للأمم المتحدة أصحاب المعالي والسعادة ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمنا وباسم أهل البحرين يسعدنا ان نرحب بكم اخوة اعزاء واهلا كراما في داركم التي تتشرف بانعقاد هذا اللقاء العربي المبارك لنجدد معكم العزم والامل المشترك لمستقبل واعد لامتنا العربية نستبشر فيه الخير والرخاء لشعوبها وشعوب العالم كافة ويشرفنا تسلم رئاسة القمة من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة مقدرين له جهودها البناء ومبادراته القيمة خلال رئاسته للدورة السابقة وبدعم كريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما يطيب لنا أن نعرب عن بالغ الشكر لمعالي الأخ الموقر السيد أحمد أبو القيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وفريقه المتميز على ما تفضلوا به من تعاون مثمر واستعدادات فائقة التنظيم تحضيرا لأعمال هذه الدورة المهمة. اصحاب الجلاله والفخامه والسمو تنعقد قمتنا العربيه اليوم وسط ظروف اقليميه ودوليه بالغه التعقيد من حروب مدمره وماس انسانيه مؤلمه وتهديدات تمس امتنا في هويتها وامنها وسيادتها ووحده وسلامه اراضيها ومع استمرار هذه المخاطر المحيطه بامننا القومي العربي يتزايد حج المسؤوليه الملقاه على عاتقنا لحمايه مسيرتنا العربيه المشتركه ولفتح صفحه جديده من الاستقرار والتنميه تقربنا من تطلعاتنا المشروعه كقوه حضاريه قادره على فهم متطلبات العصر ومواكبه عجله تقدمه وفي ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من انكار لحقوقه المشروعه في الامن والحريه وتغرير المصير تزداد حاجتنا لبلوره موقف عربي ودولي مشترك وعاجل يعتمد طريق التحاور والتضامن الجماعي لوقف نزف الحروب واحلال السلام النهائي والعادل كخيار لا بديل عنه ان اردنا الانتصار لارادتنا الانسانيه في معركه السلام واذ نجتمع اليوم من اجل فلسطين فاننا لنؤكد بان مصلحه شعبها يرتكز على وحده صفه كهدف منشود لا حياد عنه، وستظل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي لهذه الوحدة. ومن دون شك فإن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيأتي بالخير على الجوار العربي بأكمله ليتجاوز أزماته، ولتتلاقى الأيادي من أجل البناء التنموي المتصاعد دعما للأشقاء الفلسطينيين جميعا. وسبيلنا لذلك نهج التناصح والحوار السياسي الجاد، وهو ما نأمل رؤيته قريبا في أرجاء عالمنا العربي. ويتزامن اجتماعنا هذا مع احتفاء الأسرة الدولية باليوم العالمي للعيش معا بسلام. ولتجسيد هذه القيمه الحضاريه وتحويلها لواقع نعاصره ونعايشه، فيجب اولا التوافق على اعتماد خيار السلام كخيار استراتيجي، لا قناعا لصون مسيرتنا الانسانيه، وتامين وصولها لقدها المشرق. ومن هذا المنطلق تتقدم مملكه البحرين بعدد من المبادرات للإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها، وأولها الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة. ومقترح خاص بتوفير الخدمات التعليميه والصحيه للمتاثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقه ومبادره تهتم بتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا الماليه والتحول الرقمي ونتطلع الى تحقيق كل ذلك من خلال قنوات العمل العربي المشترك وشراكاته الدوليه ان نجاحنا في التقدم والبناء الحضاري لامتلاك استحقاقاته لهو مرتبط بقوه ايماننا واستمرار سعينا لتحظى شعوب المنطقه باجواء السلام الدائم وان تعتاد الامان ولتنعم بجوهر التنميه الشامله والقائمه على العداله والمساواه وتعزيز حقوق الانسان وحمايه حرياته. املين بان نصل بمشاوراتنا وقراراتنا لما يسهم في اعاده التاسيس لحاضر مزدهر ومستقبل مشرق تستحقه اجيالنا القادمه وان يكون لقاءنا المبارك منعطفا تاريخيا بناءا لدولنا وعالمنا باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته